مهر بابا وكون هي الله هو الله يا وجه شان هي الله هو الله. ناظرین میں آپ دوستوں کا میزبان سکندر لیمار. دوستو آج ہم اس وقت کھڑے ہوئے ہیں حضرت پیر احمد علی شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ پہ, جہاں پہ اس کے گادی نشین حضرت سید رانجن علی شاہ سرکار نے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین منایا. میلاد کی شروعات جامعہ احمدی مسجد میں قرآن کلام سے شروع ہوئی. ختم القرآن کے بعد درگاہ میں بیٹھ کے حافظ صاحب نے ختم القرآن پڑھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. كون هي الله هو الله مہر بابا کون ہے اللہ هو اللہ کیا اونچی شان ہے اللہ هو اللہ اس کی سب نشان ہے.